نعم، بالفعل منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة والقوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة وتطلق عليه بين الفنية وأخرى عدد من قذائفها من قبل المدفعية التي حاصرت المستشفى منذ ساعات الصباح، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات من النازحين داخل المستشفى. بحسب وزارة الصحة فإن المستشفى أصبح الوضع بداخله كارثي نتيجة محاصرته وإطلاق النار عليه، الأمر الذي يهدد حياة النازحين والمرضى والجرحى الذين يتواجدون بداخله. الجيش الإسرائيلي أيضا قام باستهداف وتنفيذ حزام ناري على محيط المستشفى ودمر عدد من المنازل والمدارس المحيطة بهذا المستشفى. ربما هذه العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي هي تمهيدا لاقتحامه والدخول إليه على غرار ما حصل مع مستشفى الشفاء الطبي الذي لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تحاصره وحولته إلى ثكنة عسكرية وتواصل أعمالها بداخله. أصبحت المستشفيات خاصة في مدينة غزة وشمالها وجميعها خرج عن الخدمة بفعل استهدافها وتدمير مبانيها. نحن نتحدث عن أكثر من 8 مستشفيات تعرضت للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي وتم اقتحامها، لعل أبرزها الشفاء ومستشفى الرنتيسي ومستشفى الصداقة ومستشفى النصر للأطفال. والآن الجيش الإسرائيلي كما ذكرت منذ ساعات الصباح يحاصر المستشفى الأندونيسي وهو الأكبر في محافظات شمال قطاع غزة، حيث هذا المستشفى يقدم خدماته العلاجية لثلاث مدن وهي جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون، وتدميره وخروجه عن الخدمة في ظل استمرار القصف المتواصل على القطاع وهو يحدد جميع من تبقى من السكان في هذه المناطق الثلاثة، خاصة أنها مناطق مأهولة بالسكان. لو تحدثنا عن مدينة جباليا هي منطقة مكتظة بالسكان، بلدة بيت لاهيا أيضا بيت حنون، خروج هذا المستشفى يعني تهديد لحياة المرضى والجرحى نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف، والذي يتزامن هذا التصعيد والقصف الجوي مع محاولات توغل من قبل الجيش الإسرائيلي إلى منطقة جباليا، حيث منذ عدة أيام ومنطقة جباليا شمال القطاع ومدينة بيت لاهيا تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وبين قوات الجيش الذي تحاول التوغل إلى عمق هذه المدينة، وتكثف وتطلق غاراتها من قبل وتطلق قذائفها باتجاه المنازل، خاصة أن كما ذكرت خاصة مدينة جباليا هي مدينة مكتظة بالسكان وبها أحياء ومربعات سكنية. الجيش الإسرائيلي ربما يعني يحاول أن يدمر أو يهدف إلى تدمير هذه المنطقة على غرار ما فعله غرب مدينة غزة كحي الرمال وحي الشاطئ وحي ومنطقة تل الهوى. عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء كان قد دمر الأحياء والمناطق المحيطة بالشفاء. اليوم نعم عامر، عامر هل تسمعني؟ عامر إذن تسمعني عامر؟ يبدو أننا فقدنا التواصل مع الزميل عامر. طبعا الزميل عامر الفرة كان معنا من غزة، أشكرك ونشكرك جزيل الشكر على المعلومات التي أفدتنا بها.